الاجواء ديال عيد الكره صراحه استثنائيه في منطقه تونس بصفه عامه، لان حتى العام اللي داز في هذا عيد الاضحى هنا تتحس بعيد الاضحى في منطقه تونس بكل صراحه، خصوصا في هذه منطقه الجرف الناس محتفلين على احسن ما كما تنقولوا، تتحس بان الناس فرحانين وكاين الحمد لله واحد التلاحم. منطقة جرفة هي منطقة عزيزة على سواسة كاملين، وهاد المهرجان فهو جا فوقته لان الناس في عطلان، نتمنى ان شاء الله ان يدخل عليهم هاد العيد هذا بالصحة والسلامة وبطول العمر ليهم ولوداتهم ان شاء الله، وبمزيد من الزيارة لمنطقة جرف ولمنطقة تونس بصفة عامة. وبكل صراحة انا فرحان بزاف هاد التكريم اللي جا من جمعية بن معون، وفي هاد المنطقة بالضبط ديال جرف جا في وقته، لان من بعد النادي ديالي جائزة احسن حارس في البطولة الوطنية. انا فرحان بزاف لان بكل صراحة من نهار حطيت الرجل ديالي في اكادير وفي منطقة تونس بصفة عامة فكنت واحد الترحاب كبير، و يعني احتفالات كبيره اكثر من الفروق اللي حرصت معها القاب. بكل صراحه نتمنى ان شاء الله انني نزيد نعطي واحد ليماج مزيانه ونزيد يعني نشرف بالمنطقه السوس وبفريق حسنيه اكادير، وشكرا بزاف للناس ديال الجرف على هذا التكريم والاستقبال الحار اللي قدموا لي. وجائزه حسن حارس تنسالها لان من بعد الموسم الرائع اللي قضيته مع الزملاء ديالي، جائزه ساعدوني فيها الزملاء ديالي داخل حسنيه اكادير، تنهديها للجماهير ديال حسنيه اكادير اللي بكل صراحه كان الداعم ديالي الاساسي والرسمي منذ التوقيع ديالي للفريق. انا فرحان بزاف، تنهديها لهم وتنهديها للطاقم التقني واللاعبين والاداره ديال حسنيه، لان هذا تكريم للجميع المكونين ديال حسنيه اكادير جا في وقته، ان شاء الله هذا غادي يعطيني حافز وواحد الضغط ايجابي انني ان شاء الله نزيد نخدم ونحسن المستوى ديالي في سبيل ان الفريق ديالي ان شاء الله غادي يلعب على ثلاث الوجهات، لما لا ان شاء الله انه كان لقب فردي يكون لقب جماعي ان شاء الله، لما لا التتويج باحدى الوجهات الثلاث اللي غنفتحوا عليها هذا الموسم ان شاء الله.